بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب العمدة: باب الهبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بدأ ينتقل بنا في باب المعاملات المالية من باب المشاحات إلى باب المعاطات. فهنا في هذا الباب الذي هو باب الهبة، وأردفه بباب الوصايا، كأنه يشعرك بأنه بدأ أو انتهى من باب المنازعات أو العقود التي فيها طرفان في المعاملة المالية، وانتقل إلى باب المعاملة المالية المحضة، وهي ما كان انتقال ملك من شخص إلى شخص من غير نفع. وهذا الباب نجد أن الفقهاء يدرجون تحته عدة أبواب، وهي باب الهبة كما قال المصنف، وباب الصدقة، وباب العطية، وباب الهدية. فهذه أربعة أبواب قد يعبر عنها الفقهاء بهذا اللفظ، وهي كلها مندرجة تحت هذا الباب، وهو تمليك للمال من غير مقابل، وهي الهبة والعطية والصدقة الوصية سوف تأتي بعد، والهدية، لأن الوصية شرطها وجود الموت، وأما هذه في الحياة، وهذه نبه عليها المصنف في بداية التعريف. طيب، المصنف رحمة الله عليه لفطنته قال باب الهبة حتى يتكلم على هذه الصور كلها. فإذا عندنا هبة وهي أعم، وعندنا يندرج تحتها هدية، ويندرج تحتها صدقة، والهبة والعطية بمعنى واحد، فعليه يكون كل هبة وعطية صدقة، وكل هبة هدية، وليس العكس. وذلك كما يقول بعض الفقهاء على أن إخراج المال من الحوزة وإدخاله في حوزة شخص آخر من غير مقابل، إما أن يكون المقصد من ذلك هو وجه الله محض، فإذا كان كذلك سمي صدقة. وأما إذا كان الإخراج المالي من غير مقابل، ولكن كان المقابل هو القرب والتودد والمحبة، فهذا يسمى هدية. وبعضهم، وهو ما بعض الشافعية، يزيدون على أن في الفرق بين الهبة والهدية أن تنقل إليه، فالهدية إعطاء مال من أجل التودد والتحبب، ولكن مع النقل إليه، إذا لم ينقل إليه قد تسمى هبة. واضح؟ وهو هذا القيد ليس بقيد جوهري في المسألة، ولكن المسألة تدور: كل إخراج مال من غير مقابل هو هبة وعطية، فإن كان لله محض فهو صدقة، وإن كان من أجل تودد فهو هدية. واضح؟ طيب، هذه القاعدة العامة التي عليها هذا المدار. ثم إذا عندنا صدقة وعندنا إيش؟ وعندنا هدية، علمنا بأن الفرق بينهما هو إيش؟ هو المقصد من إخراج المال. ولكن الخلاف بينهما من حيث الأحكام يدور على حكمين اثنين: الحكم الأول في جواز الرجوع، والحكم الثاني في قبولها ببيع. فالصدقة لا يجوز الرجوع فيها بحال، والهبة أو الهدية يجوز
في بعض الصور. والحكم الثاني الصدقة لا ترجع إلى ملك صاحبها بأي شيء من الأحوال ولو ببيع، ولكن الهدية قد تجوز في ذلك. واضح؟ ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عمر أنه كان له فرس فتصدق به على رجل فوجده قد أضاعه، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه منه فقال لا تأخذه ولو بدرهم. واضح؟ فباب الصدقة لأنها خرجت لله فلهذا لا تعود. وأقرب مثال إليها ما ثبت في الصحيحين من هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالهجرة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة حرم عليهم أن يسكنوا مكة إلا ما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة 3 أيام. لهذا رسول الله كان تحرم عليه أن يسكن مكة بعد الفتح، والصحابة كذلك. لماذا؟ لأنهم تركوا البلاد والأوطان والدور لله، فلهذا لا يرجع إليها بحال. واضح؟ فكذلك الصدقة إذا أخرج المال لله فلا يجوز الانتفاع منه، بل قال الفقهاء حتى ولو بالركوب، من تصدق على رجل بدابة لا يركبها هو. فباب الصدقة أضيق. فالمصنف هنا قال إيش؟ باب الهبة، حتى ينبه بالمجموع على هذا، على هذه الأبواب. واضح إلى الآن؟ الخلاف في مسألتين، في الرجوع، تعطي الإنسان هدية أو تعطيه صدقة، هل يجوز أن ترجع في هبتك أم لا؟ والأمر الثاني في مسألة المبادلة، أعطيته هدية ثم أردت تشتريها منه. واضح؟ وسنتكلم على، لكن هذا المربط الفرس الذي تدور عليه إيش هذا الباب. واضح؟ طيب اقرأ. باب الهبة، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. طيب، بدأ المصنف رحمه الله كعادته بالتعريف الاصطلاحي للهبة، وقال هي تمليك مال في الحياة بغير عوض. لما قال في الحياة خرجت هنا الوصية، لأن الوصية هي تمليك مال من غير عوض، ولكن إيش؟ بعد الممات. فهنا الفرق بين الوصية وبين إيش؟ والهبة. وإن كانت الهبة كذلك هي تمليك مال. واضح؟ ثم لما كان التمليك إما أن يكون بعوض، فإذا كان بعوض دخلنا في باب المعاملات المالية، بعوض ببيع بشراء بمقابلة. واضح؟ فهذا ذلك ليس معنا. هنا قال بغير عوض، كأن المال يخرج من طرف واحد فقط وليس من طرفين. واضح؟ ثم قال التمليك، وهو قطع المنفعة أو قطع الرجوع إلى العين، فتخرج معنا إيش؟ تخرج معنا العارية، ليست الإجارة، الإجارة تخرج من غير عوض، فتخرج العارية. فأنت تعطي سيارتك لشخص آخر إعارة مدة 5 أيام. واضح؟ لكن أنت لم تملكه إياها، أنت ملكته المنافع فقط. واضح؟ فلهذا خرجت هنا إيش؟ العارية. فقول المصنف باب الهبة هي تمليك مال في الحياة من غير إيش؟ من غير عوض. طيب، يقول الفقهاء الإخراج هذا على قسمين، إما أن تخرج عين وإما أن تخرج منفعة، إما أن تخرج عين وإما أن تخرج منفعة. العين هو الذي قاله المصنف، والمنفعة هي التي ختم بها المصنف هذا الباب، وهي العمرة، كأن يسكن الرجل داره عمره، فهي تمليك للمنافع، وسنأتي الخلاف في ذلك. واضح؟ لكن كلها داخل إيش؟ داخل تحت الهبة. فالهبة قد تكون في السكنة وهي منفعة، وقد تكون في العين. واضح؟ طيب، لهذا قال المصنف تمليك، والتمليك يقع على منفعة ويقع على عين. وهذا الباب الذي هو باب الهبة هو باب مندوب إليه شرعا من الناحية الشرعية، وقد جاءت فيه آيات كثيرة.
أما الشق الذي يراد به الله الذي هو الصدقة فتضافرت الآيات والأحاديث على ذلك. يسألونك ما ينفقون قل ما أنفقتم من خير وإنما الصدقات وإلى غير ذلك من والأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الصدقة وحتى على البذار فيها. وأما الهدية فكذلك، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن تهادوا تحب، واضح. وهذا الباب الذي هنا، إلا أن يقول العلماء يرتفع ذلك أو يرتفع أجر ذلك بأمرين اثنين: النفقة أو الصدقة أو الهدية لذي محرم، لذي محرم. فبما أنه باب المندوبات وهو باب واسع، فالأقوى والأفضل فيه أن يصرف لأهل الرحم، لأن فيه صدقة وصلة رحم، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن يفعله الإنسان وهو شحيح، يعني في اللحظة التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأمل الغنى ويخشى الفقر. وهذه أفضل الصدقة، أن يتصدق الإنسان وهو ذو حاجة. لماذا؟ لأن الصدقة برهان على الإيمان، وتلك الحالة التي هي حالة الإعواز هي حالة الضيق في النفس، وهي حالة كأنها بداية سوء ظن بالله. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الإنفاق هنا حتى تتسع دائرة إيش؟ دائرة الظن بالله، وحتى يقطع العلائق بالنفع بالمال. لأنك أنت معوز وأنت فقير ولك جزء من المال، تقول بأن هذا المال سينفعني وأنا في هذه الحال، فيقول لك الله أو النبي صلى الله عليه وسلم إنفاقك إياه في هذه الحالة أفضل، لأنك إذا أنفقته لله ومن أجل الله عودت ما كان خيرا. وما تفعل ذلك إلا إذا علمت بأن الله له أكثر، وأن الله إن وضعت في يده صدقة أرباها لك. وقال الله سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. سبحان الله، ما قال من ذا الذي يتصدق لله، قال يقرض، حتى يريد أن يبين لك ترى هذا المال محفوظ لك، لأن القرض هو عبارة عن إيش؟ أنك تعطي مال حتى يرجع إليك، وأنت لا تقرض إلا مالك. والله، ومن أعطاك هذا المال؟ الله. ومن أوجده في يدك؟ وبعدين بعد ذلك كأنه يستعطفك ويقول لك أقرضني إياه، وأنت ومالك لله. انظر إلى أسلوب رب العالمين، ورغم ذلك تجد إن الإنسان بالخير ضنين، فالله المستعان. لهذا الإنسان ينظر في الصدقة، أو إذا أراد أن ينظر إلى إيمانه ينظر في الصدقة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة إيش؟ الصدقة برهان، البرهان على إيمانك هو الصدقة. فلما تدخل يدك في جيبك وتريد أن تتصدق، إن وفقت لذلك فاعلم بأن الإيمان قوي، وأما إذا قلت لا وأنا أريد أشتري ولعلي، فاعلم بأن الإيمان، لأن الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت بدينار كتب لك به 10 إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فإذا كنت متيقنا على هذا القول ولك الثقة التامة بالله وبرسوله ما بخلت. لهذا جاء في سير أعلام النبلاء في ترجمة أحد الصالحين أنه كان له عطاؤه من بيت المال 100,000، وكان قاضي، فكان إذا أخذ المال عطاءه مثل ما نقول إحنا الراتب في هذا الوقت، ذهب وتصدق به على الفقراء كله، فإذا نام وجد ذلك المال تحت الوسادة. فابن عم له لما أخذه وكذلك عطاءه راح وزعه على الناس، فلما نام فلما استيقظ نظر تحت الوسادة ما وجد شيء، فذهب إليه قال: أنت أفسدت علي مالي. قال: وما ذلك؟ قال: أنا تصدقت بمالي وما وجدت شيئا تحت الوسادة.
فقال: يا ابن عمي، أنا عندما أتصدق أتصدق ثقة بربي، وأنت لما تصدقت تصدقت كي تجرب ربك، وربك لا يجرب. أنت ما فعلت ذلك إلا تريد تعطي حتى يدفع، لكن أنا ثقة بالله، والله وعد على أنه من أنه يعطى للمنفق إيش؟ يعطى للمنفق خلفاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى هذا الباب ويسر أمرنا فيه. طيب، وصل. وهي تملك المال في الحياة بغير عوض وتصح بالإيجاب والقبول. أيوة. والعطية المقترنة بما يدل عليها. طيب، قال المصنف: وتصح بالإيجاب والقبول. طيب، تصح بالإيجاب والقبول، عندنا الهبة والصدقة والهدية أو الإخراج، هذا كله من غير مقابل يصح بالإيجاب والقبول. يقول له: أنا أريد أن أعطيك هدية وهي كذا وكذا، فيقول الآخر: موافق أو قبلت. بهذا اللفظ الإجابة والقبول صحت العقد، هو صح لكنه لم يلزم، لأن عندنا في العقود صحة ولزوم، فالصحة تقع بالإجابة وبالقبول. الإجابة والقبول هو بإيش؟ بالقول وباللفظ. حتى لا تفهم اقتصار ذلك في الصحة على الإجابة والقبول، قال المصنف: وتلزم بالقبض. لا، قبلها. والعطية المقترنة بما يدل عليها. والعطية نعم. والعطية وتصح بالإجابة والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها. والعطية المقترنة بما يدل عليها، يعني قد كل لفظ أو كل فعل يدل على أن هذه هبة أو أن هذه صدقة تنوب مناب الإجابة والقبول. واضح؟ فلو أدخلت يدك في جيبك ووضعتها في يد مسكين ولم تقل له خذ هذه الصدقة، ولم يقل لك هو قبلت هذه الصدقة، بل هذه الصورة كافية أن تعبر على أن صورة الفعل هو صدقة المعاطاة. واضح؟ إذن عندنا الصحة، صحة هذا الفعل مترتب على الإجاب وعلى القبول أو ما يدل عليه. هنا من حيث إيش؟ من حيث صحة هذا الفعل. يبقى لنا متى ينفذ هذا الفعل؟ قال المصنف: وتلزم بالقبض. وتلزم بالقبض، هذه مسألة تحتاج إلى انتباه. أنت قلت لرجل: سأهدي لك نسخة من كتاب كذا وكذا، فهو قال: قبلت. صحت إيش؟ صحت الهبة. لكن قال المصنف: ولكن تلزم بالقبض. لما ذهبت إلى بيتك قلت: أنا هذا الكتاب أستعمله، خلاص ما أعطي، ثم قلت له: خلاص ما أعطيك، لا، لأنه يستطيع أن يطالبك. هنا إذا لم يتم قبض لم تجب هذه العطية. واضح؟ فالقبض شرط في كماله، فهي تصح بمجرد القول. واضح؟ ولكن هذه الصحة حتى تصير لازمة يشترط فيها إيش؟ يشترط فيها القبض، فإذا لم يقع القبض لم يقع العقد. وهذا قول الأئمة الثلاث: الحنفية والشافعية والحنابلة. جمهور الفقهاء قالوا إن العطية تصح بالقول وبأي فعل يدل عليها، ولكنها لا تثبت الثبوت الذي تتعلق به الأحكام إلا إذا قبضت. لكن هو إذا قبضها أنت لا يمكن لك أن تتراجع وتقول له: رد للهدية. واضح؟ لا. طيب، والمالكية خالفوا في هذه المسألة وقالوا: لا، الهبة، باب الهبة، يجرى به مجرى العقود العامة، فمثل البيع
أنت إذا بعت سيارتك وقلت له تشتري مني سيارتي، يقول لك نعم، بكم؟ قال ب5000، قال اشتريت، تم البيع. وإن كان هو لم يقبض السيارة وأنت لم تقبض المال، لأن بمجرد الموافقة يثبت العقد. الهبة تختلف عن ذلك، باب المعاطاة يختلف. باب المعاطاة بشكل عام يصح بالإيجاب والقبول، ولكن لا يثبت إلا بالقبض والحيازة، واضح؟ والمالكية قالوا لا، قالوا عام. المالكية يستدلون بعموم الأحاديث وعموم الآية، أوفوا بالعقود وهذا عقد. الجمهور قالوا الذي جعلنا نقول ذلك هو أنه ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في مرض موته قال للسيدة عائشة رضي الله عنها: إني كنت قد نحلتك 20 وسقا من تمر في حديقة له، ولو كنت حزتيه لكان لك، وأما الآن فهو في التركة. وهذا أثر ثابت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان وعد عائشة ابنته بأن يعطيها إيش؟ 20 وسق من التمر، ولكن هي ما قبضت، واضح؟ فلما حضره الموت قال: لا، أنا الآن ما يحق لي أن أتصرف في مالي، لأن الإنسان إذا وصل إلى مرض الموت يمنع من التصرف في ماله، واضح؟ انتظر افهم، خلينا على هذه المسألة، واضح؟ طيب، فالجمهور فهموا من تصرف أبي بكر أن وهو قوله لها لو كنت حزتيه لأخذتيه، لكنك لم تقبضيه، فإذا هو كأنه تراجع في هبته، أو أن الهبة لم تتم إلا بالقبض، واضح؟ فهذا الذي جعل الجمهور يقولون إن باب الهبات والعطيات والصدقات كله باب يصح بالإيجاب والقبول، ولكنه لا ينفذ إلا بالحيازة، واضح؟ وما قاله الجمهور أقوى، وخاصة أنه لا يوجد هناك مقابل في ذلك. طيب، إذا قلنا هذا القول، لا، لهذا الآخرين لا يجب الوعد بالإحسان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ما على المحسنين من سبيل، فهذا من باب الإحسان فلا سبيل عليهم من حيث الإيجاب. طيب، هذه المسألة يترتب عليها متى يجوز الرجوع في الصدقة والهبة. فأما إذا قبض المال فلا يجوز الرجوع اتفاقا، وأما إذا لم يقبضه جاز الرجوع عند الجمهور ولم يجوز الرجوع عند المالكية، واضح؟ طيب، مسألة أخرى، إذن هذه التي تنبني على هذا الخلاف: لما كان القبض شرط في لزوم عقد المعاطاة مطلقا، عقد الهبات مطلقا، تفرعت مسألة: ماذا يجوز هبته مما لا يجوز هبته. فجمهور الفقهاء لما قالوا إن القبض شرط، فما هو، ماذا يجوز هبته؟ المنقول. طيب، غير المنقول، افهموا معي. الجمهور قالوا ماذا؟ قالوا إن باب الصدقات والمعاطات لا يثبت العقد إلا بالقبض والحيازة. إذا كانت هكذا، إيش الفرق هنا بين المالكية والجمهور في الشيء الذي يجوز هبته وصدقته؟ المقدور عليه، الله يفتح لي، قربت. المقدور عليه من صفة إيش؟ المقدور عليه من صفة المبيع. فكل ما جاز بيعه جاز على قول الجمهور، أما على قول المالكية كل ما جاز تملكه جازت هبته. فمثال: أنت عندك بعير شارد، عبد آبق، فتقول لي أنا قد وهبته لك، يصح هذا على قول مين؟ لا، على قول المالكية، الله يفسح لك، على قول المالكية، لأن المالكية لم يقولوا إن القبض شرط، لأن العبد الآبق والشيء الضائع أنت ما تستطيع تقبضه،
والقبض شرط عند مين؟ عند الجمهور وليس عند المالكية. واضح؟ المجهول قال أنا سأعطيك هدية. طيب إيش هي هذه الهدية؟ فعلى قول الجمهور لا تصح، لا يصح هذا العقد لأن هذا مجهول، وكما أنك يقول أريد أبيع لك شيء. واضح؟ ليش؟ لأن العقد هذا يصح بالقبول لكن يلزم بإيش؟ بالقبض. طيب وقبض المجهول لا يمكن. والمالكي يقول لا، يا احنا لا ننظر إلى القبض، ننظر إلى إيش؟ إلى الإجابة والقبول. فإذا قال أعطيتك هدية فقال الآخر قبلت، صح العقد عند المالكي ولم يصح عند الجمهور. واضح؟ فإذا هذا الفرق بين اشتراط القبض في الهدية أو في باب المعاطاة مطلقا. فالجمهور لما قالوا إن القبض شرط في باب في إكمال عقد الهبات، تفرع عليه أنه لا يجوز هبة إلا ما يصح بيعه، فما لا يصح بيعه لا يصح هبته. والمالكية لما لم يشترطوا القبض قالوا ما يصح تملكه يصح هبته. والأمر الآخر الذي قلناه الأمر الثاني وهو أن إما أن يكون مملوكا على قول المالكية أو يكون إيش؟ أو يكون قابل للبيع. نعم، للشيء الموهوب. لا يصح، لأنها هي تلزم بالقبض. ولما لا تلزم إذا وجد البعير أو العبد الأبق صار ملزما، إذا ما وجدوا فيه يرجع فيها، هكذا يفهم. لا لا لا، هي لما كان القبض العقد من غير إلزام لا يصير عقدا، والقبض هو الملزم للعقد. لهذا هم لم يرتبوا ترتيبا على القول، لهذا هو يجوز الرجوع عليه عند الجمهور، يجوز الرجوع لأن العقد لم يقم. متى يصح الرجوع؟ لأن الشيء غير موجود، كأنها في باب العدة. متى تصير عقدا؟ تصير عقدا باللزوم. لما يقبض نحرم عليه الرجوع. واضح؟ فالقبض عندهم مكمل، شرط صحة. وعند المالكية نعم، وعند المالكية شرط كمال. واضح المسألة؟ جيد، أعد ماذا قال. وهي تملك المال في الحياة بغير عوض، وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها، وتلزم بالقبض. وتلزم بالقبض، فمن غير قبض لا يمكن لها المطالبة. رجل وعد إنسان بأن يتصدق عليه بمئة درهم ثم ذهب، ثم جاءه قال أعطني المئة درهم فإنك قد وعدتني، قال أنا ما أعطيتك إياها، فلا يمكن أن يطالبه بها حتما لأنه لم يقبضها. واضح؟ طيب، إلا عند المالكية لأن العقد يقع باللفظ. طيب قلنا ماذا يترتب على هذا؟ يترتب عليه مسألة الرجوع، فيمكن هذا أن يفسخ ما لم يقبض، والآخر لا يمكن على قول المالكية أن يفسخ. واصل. ولا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد، لقول طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. طيب الآن انظر للمصنف لما عرف ذكر الشروط ثم قال وتلزم بالقبض. طيب تم القبض، فإذا لزمت ماذا يترتب على هذا اللزوم؟ قال لك لا يجوز الرجوع. لاحظت دقة المصنف في الترتيب؟ تم القبض في الصدقة، تم القبض في الهدية، تم القبض في الهبة. بمجرد القبض طيب ما هو الفائدة الحكمية؟ قال المصنف لا يجوز الرجوع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبئته كالكلب يعيد في قيئه. طيب
ثم قال إلا، وهو استثناء من الشيء المحرم، إلا الوالد في ولده. طيب، هنا اتضحت عندنا القاعدة على أنه لا يجوز الرجوع في الهبة. لا، فيها الآن سوف نفصل، لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض، لكن عندنا خلاف. جمهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية والحنابلة يقولون إلا للوالد مع ولده، والحنفية يقولون إلا للأجنبي، إلا العكس، إلا الأجنبي. طيب، يعني إلا الأجنبي فيجوز الرجوع فيه. طيب، من يقول لي ما هي صورة الاتفاق بين الحنفية وبين الجمهور؟ الآن عندنا القاعدة العامة لا يجوز الرجوع في الهبة، واضح؟ استثنى المالكية الأب مع ابنه، استثنى المالكية الأب مع ابنه، واستثنى الحنفية الأجنبي، فيجوز له الرجوع. فماذا يصير عندنا؟ ما هي متى ما لا يجوز الرجوع، متى يحرم الرجوع اتفاقا في الهبة؟ كل الله يفتح لك، كل الأقارب ما عدا الوالد. فالأجنبي فيه خلاف، والأب فيه خلاف، فكأنك تقول لا يجوز، أو اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الرجوع في الهبة لذي رحم إلا الوالد. الحرم لا، في عدم الجواز. الأقارب ذو رحم، هم يقولوا كل ذو رحم أطلقوا، واضح؟ فصاحب الرحم لا يجوز على الحنفية، لأنهم لا يجوزون إلا للأجنبي أن يرجع، ويحرم مطلقا عند الحنفية عند الجمهور إلا الوالد. طيب، مين وسع ومين ضيق؟ الأحناف إيش؟ الأحناف وسعوا في الإخراج، والحنفية والجمهور أخرجوا فقط واحد بس، الأب. إذا أخرجت مالك صدقة أو هدية يحرم عليك الرجوع على قول الجمهور، إلا إذا كنت أعطيت لولدك. طيب، لماذا؟ قال اقرأ. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. إلا الوالد، وهو استثناء من رسول الله، إلا الوالد فيما يعطي ولده، فيجوز له إيش؟ أن يرجع في ذلك. واضح مذهب الجمهور؟ واضح الدليل الذي استدلوا به؟ طيب، أما السادة الحنفية فقد استدلوا برواية، وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن، وهو حديث حسن صالح للاحتجاج. فأما الحنفية فإنهم استدلوا برواية، كذلك رواية عند ابن ماجة، أن الهبة كل من لم يكافئ على هبته جاز له الرجوع فيها، وإن كان هو أثر متكلم في إسناده. طيب، نمشي على قول الجمهور أن الهبة إذا خرجت، أو الصدقة إذا خرجت، لا يجوز الرجوع إلا إذا كان إيش؟ الولد. قال الجمهور: حتى هذا الولد الذي أخرجناه نضع له شروط، من بينها ألا تكون قد خرجت من يده. أنت أعطيت ولدك سيارة هبة، ثم هو ذهب وباعها ومسك فلوسها، لا يجوز لك أن ترجع أنت في السيارة، لأنها هي خرجت من يدي، ولا والفلوس ليس، أنت ما أعطيتها فلوس، أعطيتها سيارة، واضح؟ ألا تكون قد خرجت من يدي. والأمر الآخر: ألا تكون قد تغيرت تغير زيادة. أنت أعطيته بيت فيه طابق واحد، وهو راح بنى طابق وكذا، ثم قلت له رد البيت،
لا، لأنه تغير إيش؟ تغير فيه زيادة. والشرط الثالث وهو ألا يكون تعلق به حق للآخرين، ألا يكون تعلق به حق للآخرين. لا، مثلا الولد، أنت أعطيت ولدك مثلا 100,000 وماذا قلنا؟ ألا يكون تعلق به إيش؟ حق للغير. ثم هو دخل في التجارة، لما دخل في التجارة الناس علموا بأن له مال، فصاروا إيش؟ يتبايعون معه وكذا. فلا يجوز لك الآن أن تر، لأن الناس لو ما علموا أن في يده مال ما تعاملوا معه. فإذا أنت جوزنا لك سحب مالك لا أدخلت الناس في غرر، واضح؟ فشرط الجمهور ألا يكون قد ترتب على الحقوق، والمقصود بالحقوق ولو كانت معنوية، يعني إنسان تريد أن تقرضه وتريد أن تبيع له وتعلم بأنه لا يملك ما تبيع له، لكن لو تعلم بأن في حوزته مال تقول بأنك سوف تتعامل معه. فإذا دخل في هذه المعاملات لا يجوز للأب أن يتراجع عن ماله، واضح؟ طيب، الآن يأتينا سؤال، فإذا يجوز للإنسان أن يعطي ابنه مالا؟ قال المصنف: والمشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب، هنا جاءتنا مسألة، وهي هل يجوز للإنسان أن يعطي أولاده ماله في حياته؟ عندنا الآن مسألتان ضروريتان. المسألة الأولى: هل يجوز للإنسان أن يعطي بعض أولاده؟ أما إذا أعطى أولاده بالسوية وكل واحد أعطاه نصيبه ما عندنا مشكل، لكن هل يجوز أن يعطي أولاده أكثر من الأولاد البقية، أو هل يجوز أن يعطي واحد ولا يعطي البقية؟ هذه مسألة. ثم إذا أراد أن يساوي بين الأولاد في العطية، كيف تكون هذه المساواة؟ هذه مسألة ثانية، وكل المسألتين ذكرهما المصنف. فنأتي للمسألة الأولى. المسألة الأولى هي أنه جاء في الصحيحين أن بشير ابن النعمان جاء به أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، النعمان بن بشير، وقال له بشير، قال لرسول الله: إن ابني هذا قد أعطيته هدية، وهي في رواية غلام وفي رواية حديقة، وأمه قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله على هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كل أولادك أعطيته حديقة؟ قال: لا. قال: إذن لا تشهدني على جور، لا تشهدني على جور في رواية، وفي رواية أخرى قال: ارتجح، وفي رواية قال: اتق الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية قال له: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. واضح؟ هذه الآثار كلها في فهمها اختلف الفقهاء. ذهب أولا، اتفق الفقهاء على أنه يندب ويسن أن يعدل الإنسان بين أولاده في العطية، اتفقوا أنه إيش؟ يندب ويسن له ذلك. طيب، إذا خالف ماذا يقع؟ إذا خالف ولم يساوي، فعلى قول جمهور الفقهاء وهم السادة الحنفية والمالكية والشافعية، على أنه لا حرج وقد فعل مكروها. كأننا نقول على قول الجمهور يجوز عدم المساواة بين الأولاد في العطية. وذهب السادة الحنفية إلى الحنابلة إلى التحريم، وقالوا: لا يجوز أن يفاضل الأب في العطية بين أولاده، إلا في صورة واحدة، وهي إلا إذا كان التفاضل لسبب معقول، سوف نتكلم عليه. على قول الحنابلة ما عندنا إشكال، هو حديث إيش؟ النعمان ابن بشير،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشهدني على جور، والجور ظلم والظلم حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا، والأمر يقصد الوجوب. فعلى مذهب الحنابلة لا ليس عندنا إشكال. يأتي الإشكال على مذهب مين؟ على مذهب الجمهور. فالجمهور قالوا الدليل عندنا هو حديث أبي بكر الذي تقدم، أبو بكر عنده أولاد، طيب أعطى عائشة ولم يعطي بقية أولاده. فلما فهم هذا الخليفة الراشد وثبت أن عمر أعطى ولده سالم ولم يعطي بقية أولاده، فلما فهم أبو بكر وعمر أو فعل أنهم أعطوا لبعض أولادهم دون البعض، دل على أنه مقصود حديث رسول الله الندب وليس الإيجاب. واضح؟ طيب هذا المخرج. المخرج الآخر وهو مخرج أصولي وهو دقيق، هذا نبه إليه الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه، وهي أجمع العلماء على أنه يجوز للرجل أن يهب ماله كله لأجنبي. انظر دقة، لأن الآن كثير من الناس يتكلم يقول كيف الجمهور، الحديث واضح، قال أتشهدني على جور. طيب كيف الجمهور لم يقولوا بدلالة هذا الحديث؟ عندنا اتفاق على أنه يجوز للرجل أن يهب ماله كله لأجنبي، واضح؟ يجوز أن يهب ماله كله إيش؟ لأجنبي. طيب وكما يقول ابن رشد رحمة الله عليه اتفق القائلون بجواز القياس على أن القياس يخصص العام ويصرف ظاهر اللفظ عن مراده. إذا جوزت استعمال القياس جاز أن تخصص النص بالقياس، تخصص النص بالقياس، وجاز لك أن تصرف ظاهر النص بالقياس. هذه إيش؟ هذه من 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 تبعات قولك بالقياس. إذا قلت القياس يجوز في الشرع فهذا يقتضي أنك تقول يجوز تخصيص النص بالقياس، ويجوز إيش؟ تأويل النص بالقياس. فيقولون لما جاز إهداء المال كله لأجنبي وحرم جميع أولاده، فمن باب أولى أن يعطي ولد واحد ويحرم البقية، واضح؟ فهذا القياس المعتبر وليس هو من باب تقديم القياس على النص، وإنما هو من باب إيش؟ من باب صرف النص عن ظاهره. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم، المراد به إيش؟ المراد به الندب وليس الإيجاب، واضح؟ هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك الحنابلة وقالوا إن الأمر بالتسوية واجب، واضح؟ طيب إلا كما قال الحنابلة إلا إذا وجدت هناك علة. طيب من أين جئتم بهذا القول؟ قالوا لفعل أبي بكر الصديق، قالوا لأن عائشة لم يكن لها مدخول وهي أم المؤمنين فجاز أن تخصص للعلة، فجاز أن يخصص بعض أولاده، كأن يكون متفرغ للعلم ينفق عليه، كأن يكون به مرض ينفق عليه، كأن يكبر ويريد أن يتزوج فينفق عليه، واضح؟ إذا وجدت علة مقبولة شرعا. وفي نظري والعلم عند الله أن ما قال الحنابلة أقوى، إبقاء للنص على ظاهره، وكذلك لوجود التجربة في هذا الأمر. فإن الرجل إذا ساوى بين أولاده في العطية أمن الشحناء فيما بينهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا في القرآن وهو قصة يوسف، واتفق المفسرون على أن ما حمل إخوته على بغضه وعلى إرادة قتله إلا لفعل أبيه وهو يعقوب عليه السلام. ولهذا في القرآن سطر ماذا قال؟ قال ليوسف وأخوه، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، على حسب رأيهم، واضح؟ فكأن الذي أدى لفعل
لفعلهم بيوسف هو أن أباهم فضله عليه. لهذا كان السلف يقولون لابد أن تعدل بين أولادك حتى في القبل، إذا قبلت هذا تقبل هذا. وسبحان الله، الأبناء يلاحظون تصرفاتك مع أبنائك البقية وأنت قد تكون غافلا عن التصرف. كم من تصرف تتصرفه مع ابنك والآخر ينظر وأنت غافل على أنك، لكن هو تبقى في قلبه. فهذه من الأمور التي لا بد أن ينتبه إليها الإنسان. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالعدل بين الأولاد، قال أتحبهم أن يكونوا إيش في العدل في البر لك سواء؟ وهذا هو العلة التي قالها رسول الله، تريد أن يستووا في ذلك فعليك بالعدل. لهذا سبحان الله، حتى في الأسر مجرب على أن إذا وجدت العداوة بين الأولاد قالك ينظر هل كان أبوهم قد فرق بينهم في حياته. العداوة تنشأ بين الإخوة بسبب الوالدين، لهذا يتقي الله الوالدان في الأبناء. أما إذا كان واحدهم قد أحسن إليك وبرك والآخر لم يبرك، هذه ليس بعلة بأن تفضل هذا في المال على هذا. واضح؟ واحد يقول لا، كيف أساوي بين ابن عاص لي وابن مطيع لي؟ نقول لا، الطاعة والعصيان متعلقة بالله، أما أنت إذا قصر الشخص معك لا تقصر معه ولا تخن من خانك. واضح؟ كونه هو قصر معك سوف يسأل أمام الله، لكن أنت ما تقصر معه، وخاصة مع أخيه. واضح؟ طيب، إذا مشينا على هذا القول وأنه يجب على الآباء أن يحترموا هذه القاعدة وألا يفضلوا أحد الأبناء في العطية عن الآخر إلا لوجود علة، واضح؟ إلا لوجود إيش؟ علة مصوغة شرعا. طيب، قلت نعدل بينهم، طيب كيف نعدل بينهم؟ كيف يكون العدل؟ قال المصنف وإذا قال لرجل أعمد، لا 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 ما في، اقرأ اقرأ اقرأ، أعد 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 القراءة بس. والمشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم. أيوة، طيب احنا قلنا يجب المساواة، طيب كيف تكون المساواة؟ قال المصنف على قدر ميراثهم، وهذا انفرض به الحنابلة، وذهب الأئمة الثلاث الحنفية والشافعية والمالكية إلى أنه يسوي بينهم للذكر مثل حظ الأنثى. واضح؟ فمثلا عندك رجل، عندك بنت وولد، وتريد أن تعطيهم مال في العطية عطية منك، فعلى قول الحلابلة تعطي الولد مثلا 200 درهم وتعطي البنت 100 على قدر ما قسم الله، وعلى قول الجمهور لا، تعطيهم 100 100 أو 200 200. واضح؟ فاتفقوا على الندب إلى التسوية، لكن اختلفوا في كيفية التسوية. فالحنابلة يقولون أفضل تسوية هي قسمة الله، والله لما قسم أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. فنقول للأب إذا أراد أن يقسم فليفعل ذلك. سنأتي إلى مسألة هي كثير من الأباء لما يكبر في السن يريد أن يقسم ماله في حياته على أبنائه، هذا الفعل يجوز لكنه عند الفقهاء مكروه، ولا ينبغي للرجل أن يقسم ماله في حياته، لأنه لا يدري، لا يدري لعله يولد له فيكون قد خالف سنة الله في ذلك، وإن فعل لا حرج لأنه حر في ماله. واضح؟ نعم، لكنه لا ينبغي له ذلك، يندب إيش؟ يسوي بالعطايا ليس ماله كله. فيه بعض الناس يكون له مال وهو كبير في السن، وعندنا كثير هذه خاصة في البلدان وخاصة في المناطق ذات القبلية، إذا بلغ الرجل من العمر عتية يأتي حتى يقول لا يقتتل أولادي ويختلفون بعد مماتي، أقسم مالي عليهم. واضح؟ فهنا كيف التقسيم؟ على قول الحنابلة إذا أراد الرجل أن يعطي العطية أو يقسم ماله لابد أن يتبع فيه شرع الله، فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين.
انظروا نحن نتكلم على الأبناء ولا نتكلم على بقية الأقارب. أخوك عندك إخوين تعطي واحد ولا تعطي الثاني لا حرج عليك في ذلك. نحن نتكلم على الأب مع أبنائه، واضح؟ ولا نتكلم على بقية له. ويقول الفقهاء الأب ملحوقة بها الأم، فالأم كذلك ملحوقة بالأب، لا يجوز لها أن تفرق بين الأبناء. فإذا أعطت هي داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فالمرأة كذلك أولادها فتتق الله وتعدل بينهم. طيب كيف يعدل؟ الجمهور قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحبهم أن يكونوا لك في البر سواء، فهذا يستفاد منه على أنه يعطيهم على قدر التساوي. والحنابلة يقولون يعطيهم على قدر الميراث لأن الله قسم، ولكن ما قاله الجمهور هنا أقوى على أن التقسيم يكون على قدر التساوي ليس على. طيب لماذا؟ لأن لفظ الحديث واضح اعدلوا بين الأولاد، وقسمة الميراث هي قسمة شرعية الناس لا يتكلمون عليها لأنه شرع الله، لكن عطية الأب قد تحز في النفس، واضح؟ بخلاف إذا أعطى إيش؟ إذا أعطى بالسوية، فإذا أراد أن يعطي فليعطي بين أولاده بالسوية ولا يفضل أحدا على الآخر، واضح؟ طيب واصل. هم ذكروا بعض الأسباب التي قال مثلا إذا كان له ولدان وولد ينفق ماله في الحرم والآخر ينفقه في الحلال قال يجوز أن يعطي هذا ولا يعطي هذا، هذا على قول القول الذي اختاره الموفق في المغني. نعم نعم هو هذا من باب تطيب النفس، جيد من باب تطيب النفس. طيب هو إذا قلنا يلزم، طيب كيف يقع التسوية؟ إنسان أعطى ولده ولم يعط البقية فنقول له يجب عليك العدل، كيف يكون العدل؟ يقول بأمرين، إما أن يأخذ المال الذي أعطاه أو يعطي للبقية مثل ما أعطاه، واضح؟ كيف تكون التسوية بين الأولاد إذا الإنسان لم يسوي من أصل؟ فنقول له إما ترتجع المال وكان ويكون قد استووا في الحرمان، أو يعطي للبقية ويكون قد استووا في العطاء. وإذا قال لرجل أعمرتك داري أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده. طيب هنا عندنا المسألة وإن كانت هذه من الأمور التي قلت في هذا الزمن وتكاد تنعدم، وهي العمرة والرقبة. العمرة والرقبة هذه من أعمال الخير التي كان يفعلها الرجال، وهي أن يأتي الرجل إلى الرجل فيقول له أنا أسكنتك داري عمرك، فهي أقرب إلى الوقف، واضح؟ أقرب إلى إيش؟ الوقف، فتسمى عمرة، وهو أن تنتفع بها مدة عمرك، واضح؟ أو مدة عمري. أو العقبة، والعقبة هي أنه ينتظر أيهما يموت أول، يقول لك هذه داري عقبة لك، فإذا مات الأول رجعت. والعقبة العقبة لأن كل الآخر ينتظر عقب الموت الآخر، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال من أعمر دارا فهي له ولورثته، فقال المصنف من أخرج داره أو أخرج أي شيء من باب العمرة فهي للآخر ولعقبه، واضح؟ فهذه ثابتة شرعا وهي كأقرب الأمور إليها أنها وقف. إذا صارت إله وللي بعده صارت وقف، صارت وقف. نعم هي من وقف لكن جاءت بصيغة إيش؟ بصيغة العمرة. طيب إسا في شيخ فكرة ما تنتهي باقية، ما تنتهي العمرة هي له ولولده، والعمرة والعقبة لفظان تستعمل. وإن قال سكن لا ترجع، من خرجت منه لا ترجع إليه مثل الوقف. وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء. طيب أما إذا قال له أسكنها عمرك، أسكنها عمرك، انتظر يوجد الآن حتى نفرق بين الصورتين. الصورة الأولى هو تمليك للرقبة وتمليك للعين،
الصورة الثانية إذا قال أسكنها أنت عمرك فهو ليس تمليك للعين وإنما هي تمليك للمنفعة. فلهذا قال إذا قال أسكنها عمرك جاز له إيش أن يأخذ متى شاء. طيب إذا قال طيب كيف أليس هنا رجوع في الهبة؟ نحن لما قدمنا قلنا الهبة إما أن تكون هبة عين وهي الصدقة أو تكون هبة منفعة. طيب هذه هبة منفعة وقلنا الهبة لا يجوز الرجوع، كيف المصنف هنا قال لأنها منفعة؟ طيب كيف منفعة؟ طيب انتظر كيف منفعة؟ لأن هنا ما في قبض. كيف ما فيش قبض؟ قربت. لا قبض المنافع ما بها أنت، لا أنت فاهم لكن إجابتك، لأن المنافع متى تقبض المنافع؟ لا باستيفائها في تلك اللحظة. البيت منفعته السكنة، متى تقبض المنفعة؟ إذا سكنت اليوم، إذن بكرة ما قبضته، واضح؟ لهذا هو يجوز أن ينتزعها منك بكرة، لأن بكرة أنت ما سكنت، أنت سكنت اليوم والبارحة، واضح؟ فالمنافع قبضها باستيفائها، هذه المنافع، واضح؟ فمثلا احنا شرط الهدية وشرط الهبة هو ايش؟ هو القبض. انسان اعطى انسان هبة ان يسكن بيته سنة، افهم علي، رجل اعطى انسان ان يسكن بيته مدة سنة هبة، واضح؟ في نصف السنة قال خلاص اخرج من البيت، هل يجوز له؟ من قبل قلنا شرط وتلزموا إيش بالقبض، هل يجوز له الآن أن يقول لها أخرج؟ لا، عند الجمهور نعم، عند المالكية لا، لأن المالكية العبرة بالكلام. أما عند الجمهور لا، لأنه هو لما جاء النصف السنة هو قبض نصف الأول، ولكنه لم يقبض منفعة السكنة لست شهور القادمة، فلهذا يجوز له أن يفسخ أو أن يخرجه في أي لحظة إن شاء، واضح؟ لأنه شرطها القبض، والقبض في المنافع لا يمكن إلا إذا استهلكت، واضح؟ فلهذا اقرأ ماذا قال المصنف آخر جملة. وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء. فإذا قال له أسكنها عمرك أو أسكنها سنة أو أسكنها ثلاثة أيام فله أخذها إيش؟ متى شاء، لأن المنفعة لا تقبض إلا بالاستهلاك، واضح؟ إذا قال هي لك قال أصبحت له، في فرق بس بالصيغة، إذا قال هي لك لا، الآخر قال عمرك وأعمرتك، الآخر أن يأتي باللفظ الذي هو صريح في هذا الباب، مثل الله يفتح لك مثل العارية، وقلنا العارية هل هي من باب لا تلزم مثل ما قلنا على قول الجمهور، واضح الكلام؟ وبذلك يكون المصنف قد ختم الباب، وفي هذا القدر كفاية. صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد.